ازيكم عاملين ايه؟ طبعا النهارده هعمل معاكم بصلصال الاشكال دي. زي ما انتم شايفين عندي بيربل وجرين وريد ووايت، وطبعا النهارده الشكل اللي هعمله هو الصدفه. وانتم في الفيديو النهارده بقى اكتبوا لي تحت بالتعليقات اعمل اي شكل الليمونه ولا الفراوله، وانا هعمل لكم اللي انتم عايزينه في الفيديو الجاي ان شاء الله. ويلا نبدا الفيديو.